السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في نشرة جديدة من اخبار الكرة العراقية. افتتح المنتخب الاولمبي العراقي مشواره في تصفيات كاس اسيا تحت 23 عام بفوز كبير وساحق على منتخب افغانستان الاولمبي بثمانية اهداف مقابل لا شيء. وسجل الاهداف كل من ايمن حسين الذي سجل 5 اهداف، واللاعبين بشار رسن ومحمد جفال وعلاء مهاوي. وبهذه النتيجة تصدر منتخبنا المجموعة الثانية في التصفيات، وليه المنتخب السعودي الفائز على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسيلتقي منتخبنا يوم غد الجمعة المنتخب البحريني ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات الساعة 6:00 مساء بتوقيت بغداد، وستكون منقولة على قناتي العراقية الرياضية والسعودية الرياضية. قاد نجمنا العراقي بروى نوري فريقه أوستر شوندر السويدي لتحقيق إنجاز تاريخي لفريقه حديث التأسيس وللدور السويدي بالتأهل للدور الأوروبي بعد التعادل اليابان مع غلطة سراي التركي بهدف والفوز بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسجل بروى نوري هدف فريقه السويدي الوحيد في مباراة الأياب من ركلة جزاء ليكون بروى أول لاعب عراقي يلعب في اليوروبا ليج. وقع رسميا مهاجم منتخبنا الوطني العراقي مهند عبد الرحيم على كشوفات نادي الظفرة الإماراتي لتمثيله الموسم المقبل قادما من نادي الزوراء العراقي في صفقة انتقال حر.